أسأل أمين عام جامعة العربية، أسأل إخواني جميعاً هنا، أين السيد كوفي عنان؟ أين هو؟ هل عنده شيء أفضل من هذا الاجتماع أن يكون فيه ليبدي اهتمامه ويبدي اهتمامه للشعب السوري؟ أنا أتأسف أن السيد كوفي عنان موجود في جنيف اليوم، معيب لشخص مثل كوفي عنان أن يكون في جنيف ولا يكون في هذا الاجتماع. إلى متى سنعطي هذا النظام الحجة علينا أنه يستطيع أن يضحك ويضحك ويضحك على المجتمع الدولي والشعب السوري يموت؟